شنت القوات الخاصة في قرغيزستان الخميس عملية جديدة للقبض على رئيس البلاد السابق المازباك أتامبايف المتهم بالفساد بعد يوم من محاولة فاشلة أدت إلى مقتل شرطي وإصابة مسؤول في الشرطة بجروح خطيرة إضافة إلى 52 شخصاً. وباتت قرغيزستان الواقعة وسط آسيا والتي شهدت ثورتين خلال أقل من عقدين من الزمن على شفير أزمة سياسية كبرى بسبب المواجهة بين أتامبايف وخصمه الرئيس الجديد سورونباي جينبيكوف. وكان أتامبايف رئيسا من العام 2011 حتى نهاية 2017 ووجه إليه القضاء نهاية حزيران يونيو تهمة الفساد ورفع النواب حصانته كرئيس سابق. والأربعاء تصاعدت المواجهات عندما أعلنت القوات الخاصة شن عملية للقبض عليه من منزله الواقع على مشارف بشكاك عاصمة البلد البالغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة. وقد باءت عملية اقتحام مقر إقامة رئيس الدولة السابق بالفشل بعدما تجمع أكثر من 1000 من أنصاره ودارت اشتباكات مسلحة مع القوات الخاصة.